السلام عليكم شباب، فقد ياكم اي كي اي سكوربيون. اليوم موضوعنا هو مختلف. اليوم راح نحكي عن الحياة والفرق بين لندن وبغداد، بين الناس العرب والاجانب. قسم من عندكم طلب هذا الموضوع من عندي، فقلت خل اسوي بلكي تعلو. اذا انت مفكر او عندك فد فرصة تريد تطلع بيها بس متردد ما تعرف الحياة شلون، عسى ولعل انه تستفاد من فتشي من هذا الفيديو. طبعا قبل لا نطب الفيديو راح احكي بعض النقاط الزينه بعض النقاط المو زينه. هذا مو معناته انه انا دا اتبطر، ولا معناته انه راح يطب لي واحد يكتب لي قاعد بلندن ويعيب تعال ارجع لبغداد وشوف. اوكي، انا مجرد احكي شيء واقعي، انت ما جاي هنا حتى تشوف الموجود، فيعني بس حبيت اوضح هذا الشيء. بالنسبه للناس ما تعرفني، اسمي فرقد، كنت عايش بغداد بالعراق، عراقي، حد كان عمري 26 سنة. ورما 26 سنة انتقلت جيت لندن في بريطانيا. جيت لندن أنا 23/12/2017، يعني خلينا نقول 2018 أنا جيت هنا، يعني تقريبا راح تصير لي سنتين أنا موجود بلندن. فعاد خلنا نحكي بكم نقطة ونقارن بيناتن. أول شغلة، شلون جيت لندن؟ أنا جيت عن طريق زوجتي. زوجتي هي عراقية لكن من جنس بريطاني، من هي عمرها 6 سنين هي عايشة بلندن، وهذا طبعا يسموها سباوس فيزا اللي هي فيزا زواج. تبقى اكو هواية انواع فيز، فيزا طالب، فيزا دراسة، شغل، ما اعرف شنو. صراحة ما عندي هواية معلومات عن هذه الامور، انقسم عندكم سألني انه حكينا على الدراسة، حكينا على الموضوع، فانا حاكي بهذا الموضوع ويا الفيديو ويا زوجتي شوية. هي شرحت لنا اكثر لانه تعرف عن هذا الموضوع اكثر من عندي، فلا تريد روح شوفها. لكن من ناحية معلومات هواية ما عندي صراحة معلومات عن هذا الشيء لانه انا مو طالب ولا ادرس. نجي من ناحية الحياة العامة. الحياة العامة بشكل عام خصوصا للناس اللي موجودين ببغداد بسبب الوضع الامني اللي احنا شفناه، فكلش نقدر الامان، نقدر الخدمات البسيطة مثل المي، الكهرباء، خدمة زينة بالشارع، انه النظام موجود، حياة تمشي بصورة صحيحة، حياة تمشي بصورة تمام. فهذا اول شيء من ناحية الشغلات الايجابية بلندن فرقها عن بغداد، وللأسف يعني اكيد، بس هو هذا الواقع مالتنا. بعد شغلة ثانية حلوة هنا هي الشغل. الشغل موجود لكن نفس الوقت اكو هواية ناس همينة، فيعني راح تحتاج شوية تتعب، يعني همين تقدم هواية وظائف لما تحصل لك فشغلة حلوة مرتبة. لكن الحلو بالموضوع انه فرقها عن بغداد، اول شغلة الراتب يكون اضبط، الحلو انه من اكو قانون حماية الموظفين انه ما يحق الشخص على غفلة يطردك من الشغل وفي مال لا لا راتب لا شيء، أصلا ما يقدر يسوي لك هذا الشيء. المهم شغل موجود. بالمناسبة شنو شغلي أني؟ من جيت هنا أني ورا بشهر الثاني بديت شغل، يعني جيت بشهر 12، شهر الثاني يعني ظليت بديت أقدم، شهر الثاني الحمد لله لقيت شغل وبديت أشتغل. هذا كان شغل القديم عفته، ظليت في سنة تقريبا، رحت البرنامج السديم ورجعت. هسا أنا شغلي أباوع أفلام أو مسلسلات وأقيمها وأحسنها وأرتبها من ناحية المحتوى مالتها، شغلات مخلة بالأخلاق تنشال. فخصوصا للناس اللي موجودين بالإمارات أو بالخليج العربي بشكل عام، عندكم مثلا دو أوريدو فودافون قطر، كل هذا الأمور اللي هي شلون نتفليكس وبي بي سي وهيج شي، كل هاي الشغلات اللي انتو تشوفوها عليها الأفلام والمسلسلات على كل تعاني والتيم مالتي دا نشتغل، يعني نشتغل عليها ونسويها ونرتبها وتجيكم لكم. وبالمناسبة ننطي همينا فد ريتنج إلى، يعني مثلا هذا عمر هل قد يشوفه، هذا عمر هل قد يشوفه. هذا شغلي حاليا، شغل حلو مرتب ويعني مرتاح به. فمن ناحية شغل أرجع أقول لكم إنه شغل موجود، بس مجرد تحتاج تعرف نقاط القوة مالتك، تحتاج إنجليزي. وبنفس الوقت همينا هنا أني من شغلات اللي أقدم عليها شغلات اللي تتعلق بال، يحتاجون شخص يعرف عربي، هذا فد شيء تلعب عليه ويعني يدخلك بشركة حلوة مرتبة. طبعا الفيديو راح يكون طويل بس أنا مود أشرح التفاصيل كلها، تو في فيديو مختلف. يعني إذا تميل شو وقت ما تريد دوس الفيديو طفي، روح شوف لك شيء يضحك وفي شيء حلو حتى تتونس. من ناحية المعيشة العامة والأسعار، السكن هنا أغلى شيء، السكن غالي. طبعا أكيد تعتمد حسب المنطقة، إذا تجنز منطقة مرتبة عن منطقة لا شوية خلينا نقول أطراف أو منطقة مو كلش راقية بيختلف السعر، لكن بشكل عام السكن نوعا ما غالي. وبالمناسبة انت طبعا داحكي بلندن، لندن شوية اغلى من الباقيات. اذا تروح مثلا ليدز، مانشستر، ليفربول همينة يعني يكون شوية ارخص، لكن لندن لان هي العاصمة فاكيد راح تكون اغلى، بس بنفس الوقت مثل ما قلت الراتب اقوى، يعني نوعا ما تقدر تعادلها. ارخص شيء الملابس، ملابس كلش رخيصة وانواع الملابس. خلينا نقول مثلا زارا بالعراق اتذكر هو طبعا اوتلت حتى مو اصلي، فالتيشيرت تطلع عليك بيش 50-60 ألف هنا إذا أريد أشتريه واللي هو أصلي من زارا نفسه يطلع عليك فد 15-20 ألف عراقي، يعني 10 باوندات حتى نبات 20 باوند
فملابس كلش رخيصة. من ناحية الأكل بالمطاعم متوسط، يميل للرخص نوعا ما بالعراق. نعرف أنا بالعراق الطب على أي مطعم أقل شيء أقل شيء إذا أنت بحدك إذا تريد تأكل أقل شيء دبلك فد 20-25 ألف لا تطلعوا يلا يعني تصعد الفواتير. احنا ما شاء الله بالعراق نانا لا نانا الاكل نوعا ما يميل للرخص اكثر. الخضروات والغذاء والمسواق يعني بشكل عام لا هذا نوعا ما هم يعني متوسط بس يميل للغلا اكثر شيء انه يكون غالي اكثر. اما من ناحيه النقل فالنقل متوفر بكل الاماكن. النقل ناحية قطارات عندك باصات عامة أوبرات تاكسي يعني هواي شركات همينة بعد. النقل نوعا ما رخيص ويخليك انه ما تحتاج يعني سيارة وين ما تريد تلقى قطار او باص راح يوصلك المكان اللي تريده. مو مثل مثلا امريكا لا امريكا كبيره حيل يعني تحتاج سياره. نانا لا اذا ما عندك سياره ما عندك مشكله عادي. فاهم ناحيه هي المدينه بشكل عام والخدمات والنظام. نرجع نطب بشغلات اللي نوعا ما راح تفتقر لها وتفتقدها وشغلات اللي راح تنصدم بيها. فان شاء الله من ناحيه الناس والاطباع مثل ما قلت راح تنصدم بهواي شغلات وهاي شغلات راح تنصدم بيها. لندن كلش كلش متعددة بيها الجنسيات كل البلدان راح تلقى بيها. وبنفس الوقت هذا شيء حلو لأنه ثقافات هواي راح تختلط بناس أكثر تشوف العالم من غير منظور فتح عقلك أكثر تدي غصبا عليك تتقبل الناس لو مهما كانوا. عدا بأنه راح تشوف بارات هواي شروب بالشارع متحاولين جنسيا مثلين جنسيا سواء بنات أو ولد. يعني راح تشوف مجتمع غير مجتمع مو عربي مجتمع مو اسلامي او تقليدي او يعني تريد تسميه شرقي. فخلي هذا الموضوع بالك. فبسبب هذا التعدد اعرف بانه ما راح تقدر تحكي بكيفك حتى بالشقه ما راح تقدر تحكي. يعني مثلا مجتمعنا العربي سواء كان ببغداد او بالدول العربيه ما عندنا موضوع يخص الشواذ فشي حساس او المراه او خصوصا الناس السود بلاك بيبل. ما عندنا فد قانون اللي يقصد انه راح يطلع لك فد جهه قاضيك او ما اعرف شنو او يعني مو فد شيء حساس على نطاق واسع. كلش عادي انه تصنف او تحكي او هذا فد شيء كلش عادي. ما دا اقول انه هذا فد شيء اوكي فد شيء مقبول لكن بس مجرد انه يعني شيء واقعي. هنا لا هنا الموضوع كلش حساس خصوصا من ناحيه الناس السود بلاك بيبل من ناحيه حقوق المراه من ناحية المثليين جنسيا كلش حساس ما تقدر تحكي. الحلو انه انا ما واجهت بيه مشكلة لانه انا بطبعي ما لي علاقة بالناس ما احكم على الناس انت احكم عليك انت تعاملك وياي اخلاقك وياي شلونها زين اشيلك على راسي مو زين على دغك اموتك والله زين. فما واجهت بيه مشكلة شخصية لكن بس مجرد انه تعطي هذا التنبيه للكل سواء انتو بنات او الولد مفكرين تريدون تجون البلد اجنبي نوعا ما. من ناحية العنصرية ماكو عنصرية احنا متخيلين انه كره للاسلام وما اعرف شنو. اكو الناس اللي تكره اكو الناس اللي ما لها علاقة وهذا موجود بكل بلد. كل بلد راح تلقى اكو عنصرية بين الاكراد والعرب بين العراقيين والكويتيين بين الاسبانيين وبرشلونة بين الناس السود والناس البيض موجود بكل مكان فما يتحدد بدولة معينة. أرجع أقول خصوصا لندن لأنه متعددة الجنسيات فالناس مختلطة بكل شيء أكو تقبل للموضوع. أكو شغلة حالات عنصرية أكو صارت جرائم ضد المسلمين أو الناس حتى مو الناس بس العرب حتى الناس مثلا الباكستانيين الهنود بس مو فتشي واسع بحيث تخاف ما قاعد شيء عدا بأنهم بالمناسبة بلندن ممنوع الإسلاح. يعني مثلا إذا أنت بنية محجبة وأنه تقولي أنا خاف أمشي بالشارع لا كلش عادي حتى منقبات هنا تشوفين فكلش طبيعي. من ناحية الغربة موضوع الكبير أنه تحس بغربة ما أعرف شنو. أنا كشخص مو من النوع اللي يحس بغربة هواي ما أعرف أنا طبيعي وهمينة من أنا صغير عفت أهلي هواي يعني سادس ابتدائي عفت أهلي ثالث متوسط عفت أهلي سادس علمي عفت أهلي وبالكلية عفت أهلي. فيعني جوز أنا متعلم على هذا الشيء بس فما تأثر بيها هواية ما أحس بغربة لكن تحس بوحدة نوبات خصوصا بالبداية أول ما تجي ويعني ماكو أحد وياك إذا أنت بوحدك هتحس بوحدة هواية هتحس إنه تشتاق لأهلك تشتاق لأصدقائك تشتاق لمكانك لو مهما كان إنه أنت تحس يجوز هسه تكاره العراق والوضعيه وكاره بغداد كلي توان كنت تهمنا نفس المقام مالتك. من جيت هنا لا حسيت لانه انت كانسان عايش 26 سنه بيئه معينه لو تكرهها همينا راح تتعود عليها همينا راح تحن لها نوبات. فمو غربه بس ارجع اقول انه تحس بوحده نوبات تجيك ايام
او على الاقل هذا اللي صار وياي، انه جتني ايام انه مشتاق لاهلي، مشتاق لاصدقائي، مشتاق الروتين اليومي يعني. بس من ناحيه انه غربه وما اقدر الوطن ما عندي انا هذا الشيء، فجوز عندك يعني خليها الموضوع ببالك. انا قبل ما شدحت ويا اخويا، اخويا مين عايش بامريكا، فدايت نسولف انه نقول، قال لي انه شايف تحس نفسك انت بالنص، لا انت اللي متاقلم وياهم كليتهم لجانب وصار واحد من عندهم، ولا اللي انت عايش ببغداد وصاير انه باقي بين اهلك وناسك وبلدك، صاير بالنص، لا انت هيك ولا انت هيك. ولو مهما كنت يعني، لو مهما كنت انجليزي مالته قوي وفول ونكات وضحك وشقة واصدقاء وهاي، يبقى انه كل شيء مختلف، النكات مو نفسها، تحشيش مو نفسه، الشغلات اللي نشوفها احنا الضحك وما نشوفها ما الضحك، الشغلات اللي هم يشوفوها الضحك احنا نشوفها ما الضحك. مو بس سالفة النكات، اكو همينة فد تقاليد او عادات. يعني ابسط مثال من ناحية البنات، خلينا نقول بنات مثلا، احنا اذا نشوف بنية عندها شعر بالايد مالتها موتها تموت، هاي شنو واسقة ما ادري شنو. هنا الموضوع كلش طبيعي، انه البنية عندها شعر كلش عادي بايدها، تلقى انه شعر موجود بايدها عادي، ما يشوفوا في شيء مقزز انه مجرد هاي من سويها، يسوون شعر رجلهم لكن شعر الايد لا. للولد نفس الشيء، بين الجو الابط اصلا بالعكس يستغرب كلش اذا يشوفك انت مزين شعر ابطك، اوه شنو اصلا يجوز ممكن يقول لك انت شنو انت شاذ جنسيين تزينها. فاختلاف عادات مو معناته انه هم صح واحنا غلط، لو احنا صح هم غلط. يعني واجه غلط مثلا سلام، خلينا نقول انت جماعتك يوميه تشوفهم، اول ما تجي لازم تسلم، يعني ما تقدر ما تسلم طبعا جماعتك، هذا الكوميدي بسيسيه فتشي. المهم اكو فد سلام بالموضوع، ان انا لا عادي كلش انه اوكي البارحه شفتك، يعني مو شرط اسلم عليك يوميه، شغلات بسيطه تستغرب عليها يجوز بالنسبه لك مو مهمه بس بعدين صدقني من تجي هنا وتعيشهم كليتهم هتشوف انه شنو ايش قد احنا مختلفين. وبنفس الوقت شيء حلو لانه يخليك تشوف العالم من غير منظور، تشوف انه اكو ناس مختلفين، اكو ناس مجتمع بحاله مختلف عن المجتمع اللي انا عايش بيه. خليني اقول لكم بعد من شغلات اللي تستغرب من ادها، مثلا احنا كناس عرب بشكل عام، خليني اقول انت قاعد بمكان وطبت بنيه، اوكي راح تقوم تنطيها مكانك صح، انه بنيه واقفه وانت قاعد زحمه صح. هنا أنا لا عادي كلش عادي، اصلا ممكن البنيه تتعارك وياك انه شنو قصدك يعني تقوم انه انا ما بيها خير ضعيفه ما طبوا لك هذول جماعه الفيمينست شنو يعني، بس مجرد انه انا بنيه لازم تعطيني مكانك ليش يعني، انه مو صوتي اللي انا اصير وياك جنتلمان واقول لك اخذي مكاني. هاي واحده من الشغلات. شغلات الاخرى يعني عادي كلش، واحد متصلخ كما خلقني ربي، يعني اطب للجمعاني باللوكر روم لازم اشوف لي فد طوط لو طوطين. لك يا مش بيك طب مكان وبدل براحتك، لا هناك عندهم عادي. يعني النهاية عاد اذا انت مفكر تريد تجي تريد ما تجي شنو اللي تسوي، الموضوع يرجع لك، شوف انت الايجابيات وسلبيات بالمكان اللي انت موجود بيه، راح تكون ايجابيات وسلبيات، والمكان اللي تريد تنتقل له راح تكون اكو ايجابيات وسلبيات، فوازنهن انت بالنسبة لك. ما اقدر اني انطيك انه اقول لك ايه تعال لو مثلا ابقى هناك، لا الموضوع يعتمد عليك انت. شغلات اللي انا اشوفها ديل بريكرز بالنسبة لي، انه شغلات اللي اشوفها لا ما اقدر، اذا هذا الشيء موجود يجوز انت تشوفها شيء عادي. قارن انت السلبيات والايجابيات، وهذا اللي سويته اني، قارنت بين ايجابيات وسلبيات ببغداد وايجابيات وسلبيات بلندن، لذلك قررت انه اعوف اهلي اعوف اصدقائي اعوف كل شيء واجي هنا. فانا مفكر انه اني ارجع، حاليا ما مفكر بهذا الموضوع بس ما اعرف، جزء من اكبر الحين وارجع الله كريم. اكتب لي جواب بالتعليقات اذا في شيء تريد تعرفه اكثر، فاذا شفت انه الاسئله هوايه تحتاج تطلب جزء ثاني من هيج فيديو نسوي ليش لا. جزء لكم واحده من الفرق بين الاجانب والعرب فيما يخص التمرين، لان هذا الفشي لازم نسويه، لان اكو هوايه شغلات احنا مفكرين بها الاجانب احسن لا. فعلى العموم هذا اللي كان عندي بهذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا ما مليت وما حكيت وياكم هوايه كذا، بحكيت ويا انا هوايه فرقه ظليت تحكي ودوختنا. فسووا لايك سووا كومنت سووا سبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.